اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومع شدة إيذاء قريش للمسلمين، لقد تأخر الوحي عن رسول الله وهو الآن حزين. اللهم فرج كرب رسول الله. لقد اشتراني وتبناني وأسلمت على يديه. أعرف يا زيد أنك لا تحب أن ترى الرسول حزينا، لكن خديجة تعينه وتواسيه. وكان انقطاع الوحي ليذهب ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم من الروع والخوف. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح نبيا معرفة اليقين، كان يصعد إلى رؤوس الجبال حزينا. هل تظن أن محمداً مجنون أو ساحر أو شاعر يا أبا لهب؟ محمد يقول إن الوحي يأتيه من السماء، أليس كذلك؟ نعم. فكيف إذا انقطع عنه الوحي؟ سيكذبه الناس. إذن فعلينا أن نصبر. وماذا لو أصر محمد على أن دينه هو الحق؟ لا تضيع الوقت بالشك، فهم قلة، وحتى لو كان الحق معهم فلن نضيع هيبتنا وأموالنا ونتساوى مع عبيدنا، فقد ولدنا سادة وسنظل سادة إلى أبد الدهر. كان يصعد إلى رؤوس الجبال حزينا، فيتبدى له جبريل فيقول: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، وتكرر هذا كثيرا حتى عاد الوحي. ثم نزلت سورة الضحى، والتي ردت على الكافرين الذين قالوا إن رب محمد قلاه وتركه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. يا عتبة. سمعا وطاعة لك يا أبي. يا عتيبة. تأمر يا أبي. رأسي ورأساكما حرام إن لم تطلق ابنتي محمد. سأطلق رقية الآن، فلن تكون لي زوجة. ما دام أبوهما يسب آلهتنا، فأم كلثوم طالق حتى يعرف محمد ما يفعل بنا. Abu Lahab ordered his two sons to divorce the two daughters of the Prophet, peace be upon him, just to hurt him, alayhi salam. Abu Lahab
ordonna à ses deux fils de divorcer les deux filles du prophète, que Dieu soit avec lui, uniquement pour le blesser. ها هي القاذورات والأشواك، قد وضعتها في طريق محمد، فلعلها تصيبه فتؤذيه، أو لعلها تكون السبب في هلاكه حتى نستريح منه ومما يزعمه. أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟ ويمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم ولا يعلق، فهو مهتم بالدعوة لا بأعدائها، مصمم على هدفه في توصيل وإبلاغ الحق للناس كافة. كان بيت أبي لهب ملتصقاً ببيت النبي، وكان يكثر إيذاءه وعداوته، حتى كان يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر حتى يدمي قدمي. هل أسلمت مع محمد يا مصعب؟ نعم يا أمي، وأدعوك للدخول في دين الله. تدعو من يا سفيه؟ تدعوني أن أترك دين الآباء؟ والله إنه الحق يا أمي. من الآن لن تعيش في رفاهية كما كنت، من الآن ليس لك سوى الجوع. أخرج من بيتي، هيا. أدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم. ولما سمعت أم جميل زوجة أبي لهب بما جاء في حقها في سورة المسد، أخذت حجراً وذهبت تبحث عن رسول الله محمد. يصفوني بحمالة الحطب، بهذا الحجر سأقضي عليك يا محمد، ولكن أين أنت الآن؟ كيف لي أن أجدك؟ لن يهدأ بالي حتى أجدك وأقتلك بهذا الحجر، فأكون أنا من وضعت نهاية لك. أين أنت يا محمد؟ أخبريني أيتها المرأة، ألا تعرفين أين محمد؟ أعرف، إنه في المسجد، إنه في المسجد مع أبي بكر. يا أبا بكر، يا أبا بكر، يا أبا بكر، أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه يهجوني، فبلغه عني مذمماً عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها تراك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وفيها نزل قوله تعالى:
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وكان الأخنس بن شريق الثقفي ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل عليه.